بديت مونطا داك الفيلم وكيوقعوا الكوارث كتوقف هاد مؤخرا كنت نهضر انا وفين النجم سعد المجرد والنجم الدوزي داروا فيلم 2015 وهذا الفيلم تسبب كوارث خطيره جدا اللي ما يقدرش يتصورهم بلا على ما قال الدوزي احد البرامج. هذا الفيلم هذا تصور وكلش حتى توجد المرحله المونتاج. فاش دخل هذا الفيلم المونتاج اول واحد كان غيمونطيه مونطاه فعلا وسلاه ودارو في ديسك 2 وكان دايو المخرج. فاش وصل لعند المخرج طاح داك الديسك 2 تهرس في المره الاولى والسيد غادي يبدا الديسك 2 طاح له الديسك 2 تهرس مشى المونتاج كله وجراو عليه وجابوا واحد اخر يمونطي الفيلم. الزوج اللي جاي مونطي الفيلم دا الفيلم باش يمونطيه دار حادثه سير وتقطعت له يد. جاب واحد السيد اخر غادي يمونطي دار اكسيدون تقطعت له يد ديالو. بداوه الواحد يمونطي الثالث ذاك النهار نفس النهار اللي كان غادي اللي تسلم فيه الفيلم باش يمونطي توفى له احد الاقرباء. السيد عاود ثاني جابوا سيد اخر دار المونتاج هو تموت له شي وحده من لافامي ديالو اخر سمح لهم في المونتاج خلى كلشي داك الشيء. وهنا كتسالي القصه خلاصه القصه واش هاد الفيلم لعنة ولا داكشي غير سوء حظ؟ كتبوا لي التوقعات ديالكم في كومونتير وما تنساوش دعمونا بلايك سبسكرايب وضغطوا على زر الجرس باش يوصلكم كل جديد.